السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا جميعا. ليلة القدر هي ليلة عظيمة، كما قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما علامات هذه الليلة العظيمة ومتى تكون بالتحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لم تحدد الليلة حتى يكون الاجتهاد في سائر العشرة أيام هذه المباركة العشر الأواخر. فربما تكون بالثالث والعشرين، ليلة 23، ربما تكون ليلة 27، ربما تكون ليلة 29. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنني لأجدها في ليلة 27، وذلك بالاجتهاد من ابن عباس فقط، ليس هناك تأكيد، فقط عملية اجتهاد ورأي، أنه رأى الأسبوع 7 أيام وعدة أمور تتوافق في 7 سماوات وسبع أراضين، قال بأنها أظنها في ليل، أظنها اجتهاد ورأي، ليس عبارة عن أن يكون صواب 100%. فلذلك من علامات ليلة القدر الحقيقية والصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علاماتها أن تأخذ دلائل على أن تكون هي هذه الليلة وتجتهد في هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى في ليلتها بنجم، وتكاد شمس نهارها لا شعاع لها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا من علامات ليلة القدر إخواني الكرام أنها طلقة بلجة، لا تكون حارة معتدلة، لا حارة ولا باردة، والشمس في نهارها، نهار الليل يعني ليلة اللي توافق ليلة القدر، أنه لا تكون الشمس لا شعاع لها، وليلة القدر لا يرمى فيها بنجم. هذه من علامات ليلة القدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا إخواني في هذه الليلة المباركة في الدعاء وطلب الحاجات والأرزاق من الله، فهي ليلة مجابة فيها، مجاب فيها الدعاء والقيام والتوجه إلى الله عز وجل في قضاء حوائجكم وكرباتكم جميعا. نستودعكم الله، لا تنسوا الإعجاب لهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة، والما مشترك يشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.